بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله النبي الأمي الخاتم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بإذن الله تعالى هنرد النهاردة على شبهة بيرميها المنصرين لتضليل البسطاء من النصارى، اعتمادا منهم على أن متابعينهم بيقولوا أمين على أي حاجة بيقولوها. والشبهة اللي هتكلم عليها النهاردة تتعلق بالآية الكريمة وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وفي الآية الكريمة بينفي الله سبحانه وتعالى عن المسيح عليه السلام القاتل ثم الصلب، لأن القاتل كان يحدث أولا. فاعترض الجاهلون أو المضلون زي المنصر وحيد اللي قال إن القرآن أخطأ لأن الصلب كان بيتم الأول وبعد كده القتل، وإن الخطأ ده من وجهة نظره يعتبر ضربة قاسمة للمسلمين، وإن اعتقاد المسلمين إن القتل قبل الصلب هو سقطة تاريخية. قرأنا ابن عباس منذ قليل قال وجاء الطلب من اليهود، حديث ابن عباس هو حبر الأمة، فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه. الآن هذا سقوط في التاريخ، القرآن يسقط في التاريخ أيضا. من الذي قال أن الرومان بيقتلوا ثم يصلبوا؟ نعم. من الذي قال هذا الكلام؟ ارجعوا إلى التاريخ الروماني، ارجعوا لتعرفوا ما هو الصلب. الصلب هو أداة إعدام، الصلب طريقة إعدام، عفوا الصليب أداة إعدام، لا يقتل ثم يصلب. هذه ثقافة جزيرة العرب. أنا بصراحة مش عارفة هو وحيد بيوجه كلامه لمين وبيقول لهم ارجعوا للتاريخ، يا ترى لمشاهدين من النصارى أم المسلمين؟ أعتقد أنه بيوجه كلامه للنصارى لأنه متأكد أنهم مش هيرجعوا لأي مصدر أو كتاب وهيقولوا أمين. فإحنا بقى كمسلمين بتحب نرجع للمصادر والمراجع علشان نثبت تدليسك واستغباء متابعينك أنت والمنصرين اللي زيك. وعلشان كده هجيب لك مصدر تاريخي بيأكد أن القتل عند اليهود أو الرومان كان بيحدث قبل الصلب، ونشوف مع بعض كتاب تاريخ يوسيفوس اليهودي صفحة 274 واللي بيقول فيها الكاتب وكان الروم يصلبون من يقتلونه قدام المدينة، فلما نظر الخوارج ذلك أقبلهم أيضا يقتلون من يسفرون به من اليهود الذين يريدون أن يستأمنوا إلى الروم ويصلبونهم على سور المدينة لينظرهم الروم، فقتلوا من اليهود خلقا كثيرا حتى رحمهم تيتوس، فأمر أصحابه أن لا يصلبوا أحدا من اليهود. وفي كمان كتاب شرح الكتاب المقدس العهد القديم للقمص أنطونيوس فكري في تفسير سفر العدد واللي بيقول فيه بالنص كان المعلق يقتل أولا بالسيف أو الرجم ثم يعلق إعلانا لخطيته، لذلك قيل ملعون كل من علق على خشبة. أدينا ورجعنا للتاريخ، والتاريخ قال لنا أن القتل كان الأول وبعد كده كان الصلب، ولكن وحيد مصمم على موقفه وبيقول إن القرآن ساقط في التاريخ. إذن القرآن ساقط في التاريخ، وحينما قدم نصا قدم نصا ركيكا خاطئا، فبدل أن يقول وما صلبوه وما قتلوه، إذا كان تكون الثقافة الرومانية لأنه ما صلبوه والقتل يحدث على الصلب، لا هو يحكي بثقافة جزيرة العرب. صحيح. ثم يؤكد هؤلاء المفسرون وعلى رأسهم ابن عباس أن القتل أولا ثم الصلب، أي إسلاميا صلبوا رجلا ميتا. ورطة كبيرة جدا، انتبهوا يا مسلمين. المنصر وحيد عايز يقول ان القرآن أخطأ لما ذكر القتل قبل الصلب، لأن الصلب بيتم الأول بعد كده القتل وليس العكس، وإن الصحيح إن القرآن يقول وما صلبوه وما قتلوه، أي يتم تقديم الصلب على القتل. أنا بقى اللي هخليك في ورطة كبيرة وهخليك تحط كتابك المقدس اللي بتؤمن بيه في نفس الورطة اللي أنت معترض عليها. فاعتراضك على آية وما قتلوه وما صلبوه هو اعتراض برضو على كتابك المقدس، لأن القتل قبل الصلب موجود في الكتاب المقدس، وده دليل على جهلك وإضلالك للنصارى البسطاء اللي بيسمعوا لك وانت بتفتري وبتكذب. فالدليل اللي بيني وبينك هو كتابك المقدس اللي بتؤمن بيه. ونبدأ بالنص الموجود في سفر التثنية الإصحاح 21 عدد 22. وإذا كان على إنسان خطية حقها الموت
فقتل وعلقته على خشبة. والنص هنا بيوضح ان القتل بيتم الاول وبعد كده التعليق على الخشبة اللي هو الصلب. اما الدليل الثاني موجود في الكتاب المقدس، النص في سفر يشوع الاصحاح 10 عدد 26. وضربهم يشوع بعد ذلك وقتلهم وعلقهم على خمس خشب وبقوا معلقين على الخشب حتى المساء. وهنا برضو ضربهم وعلقهم على الخشبة اللي هي عملية الصلب. وتعالوا كمان نشوف دليل آخر موجود في سفر يشوع الإصحاح الثامن عدد من 23 ل 29. وأما ملك عاي فأمسكوه حيا وتقدموا به إلى يشوع. وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحقل في البرية حيث لحقوهم وسقطوا جميعا بحد السيف حتى فنوا، أن جميع إسرائيل رجع إلى عاي وضربوها بحد السيف. فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء 12,000 جميع أهل عاي. ويشوع لم يرد يده التي مدها بالمزراق حتى حرم جميع سكان عاي. لكن البهائم وغنيمة تلك المدينة نهبها إسرائيل لأنفسهم حسب قول الرب الذي أمر به يشوع. وأحرق يشوع عاي وجعلها تلا أبديا خرابا إلى هذا اليوم. وملك عاي علقه على الخشبة إلى وقت المساء. وعند غروب الشمس أمر يشوع فأنزلوا جثته عن الخشب وطرحوها في مدخل باب المدينة وأقاموا عليها رجمة حجارة عظيمة إلى هذا اليوم. وطبعا مفيش وضوح أكتر من كده إن بعد ضرب الملك عاي بحد السيف أي قتله تم تعليقه على الخشبة للمساء، أي تمت عملية الصلب بعد القتل بحد السيف. واخر دليل معانا موجود في سفر استير الاصحاح التاسع عدد من 10 ل 13. 10 بني هامان ابن همداثة عدو اليهود قتلوه، ولكنهم لم يمدوا ايديهم الى النهر. في ذلك اليوم اتي بعدد القتلى في شوشن القصر الى بين يدي الملك. فقال الملك لاستير الملكة: في شوشن القصر قد قتل اليهود وأهلكوا 500 رجلا وبني هامان 10، فماذا عملوا في باقي بلدان الملك؟ فما هو سؤلك فيعطى لك؟ وما هي طلبتك بعد فتقضى؟ فقالت أستير: إن حسن عند الملك فليعطى غدا أيضا لليهود الذين في شوشن أن يعملوا كما في هذا اليوم ويصلبوا بني هامان 10 على الخشب. وبالأدلة دي اتضح ان القتل كان بيتم الاول وبعد كده الصلب من خلال كتب التاريخ ومن خلال الكتاب المقدس اللي بيؤمن به النصارى. واقول لوحيد: انت انسان ساقط في التاريخ وفي علمك بكتابك المقدس، وكمان ده معناه ان النصوص والفقرات اللي موجودة في الكتاب المقدس واللي بتتكلم عن صلب المسيح باطلة ولا اساس لها من الصحة. فالحوارات والصرخات اللي ذكرها الكتاب المقدس كلها مفبركة، كان الغرض منها تبرير اتخاذ الصليب رمزا للعقيدة الجديدة، وانه رمز للفداء والتكفير اللي حمله المسيح كبديل عن البشر في حمل الخطايا، والخطايا اللي تلاشت بإزهاق روحه على الصليب، وان روحه خرجت وهو على الصليب ومش قبل كده. اما بالنسبة للآية في القرآن الكريم وقولهم إنا قتلنا، فالادعاء الاساسي لليهود في الآية كان هو القتل وليس الصلب، لذلك ابتدأ القرآن بنفيه وما قتلوه، لان القتل كان هو الغرض الاساسي لليهود وليس الصلب، لان اليهود كانوا عايزين يقتلوا المسيح وما تفرقش معهم الطريقة اللي هيتقتل بيها، والطريقة اللي كانت معروفة في الوقت ده هي الصلب، وعملية الصلب كانت للتشهير. فكان من البلاغة أن يقول الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه، لأن ادعاء القتل هو الأصل في القضية والصلب هو الفرع، ولا ينبغي تقديم الفرع على الأصل. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.